الكلمة للسيدة رجاء مسو، تفضل. شكرا سيد الرئيس، سيد ممثل السلطة، سيدات والسادة عضوات وأعضاء المجلس الجماعي. اسمح لي سيد الرئيس في البداية أود أن أنوه بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها موظفات وموظفي المجلس لخدمة مصالح المواطنين وكذلك ضمان سيرورة هذا المرفق. سيد الرئيس، كنعرفوا أن دورة أكتوبر ماشي دورة عادية، وضعها المشرع كمحطة حاسمة في برنامج أو في أجندة برنامج الجماعة. وبما أننا كنناقشوا النقطة الأولى متعلقة بالميزانية، الميزانية مرتبطة بالمال العام، والمال العام كيوضعنا أمام مسؤولية كبيرة أمام المواطنين وأمام الله سبحانه وتعالى. لهذا السيد الرئيس اسمحوا لي أننا كنقراوها بواحد العناية، وكنوضعوا مجموعة من التساؤلات كذلك بواحد العناية، وكنبغيو فيها إجابات مباشرة بعناية مباشرة. سيد الرئيس، أنا مش معاك للنقطة للصفحة 3، تنظيم الندوات والمناظرات والتدارب. كاين مصاريف الاستقبال وكاين مصاريف الايواء والاطعام. انا بالنسبه لي السيد الرئيس، مصاريف الاستقبال كتعاود، لان مصاريف الايواء شنو هي؟ شنو هو الاستقبال؟ شنو هو الايواء؟ الا بغينا نمشيو للاستقبال نقدروا نفهموه في النقل، راه كاين مصاريف النقل. دونك هذه ميزانيه بالنسبه لي كتعاود، ما فهمتش، لان حتى الاستقبال بلغه المغربي زعما التمر والحليب راه غدخلها في الاطعام. النقطه الثانيه رفعتو منها، بناء على شنو؟ شنو هو البرنامج؟ الا غنرفعوا منها اعطونا البرنامج، نتبناه معكم السيد الرئيس، ولكن هكذا غنرفعوا منها بدون برنامج الامر شويه صعيب. نمشيو للصفحه 4، نقل وتنقل الموظفين المتعاقدين. كنمشيو للنقطه المتعلقه بمصاريف التدريب. السيد الرئيس، مصاريف التدريب ولات مضاعفه، وعندنا واحد البوابه واحده اخرى غادي نوصلوا ليها فيها حتى هي مصاريف التدريب. تدريب من؟ ملي كنقولوا المنتخبين شحال ديال التدريب كنقولوا تخسروا ديال الفلوس. الاخوان كيقولوا بلي ما كانت شي تدريب هذه السنه، التدريب الوحيد اللي كان مع الجهه. اذا فين مشات المصاريف ديال 2024؟ مبرمجه هنايا ما كاينش تدريب، والتدريب مكرر في مجموعه من هذا. وحتى الا بغينا نرفعوا منها، شنو هو البرنامج؟ علاش بنينا باش نرفعوا من الميزانيه؟ الهبات والمعونات السيد الرئيس، كاينه مصاريف هبات ومعونات لصالح المحتاجين. شكون هم هاد المحتاجين؟ شنو هي المعايير ديال الانتقاء ديالهم؟ شكون اللي كيشرف على هذه العمليه ديال يعطي لهذا وما يعطيش لهذا؟ الامر فيه شويه ديال الاحراج. مواد غذائيه لاهداف انسانيه، شنو هما هذه المواد الغذائيه؟ شكون اللي كيعطي هذه المواد الغذائيه؟ لصالح من؟ هذه المواد الغذائيه حنا في الاغلبيه سيد الرئيس ما كنعرفوش لمن كتعطى، وما كنعرفوش معيار التفاضل. غنمشيو السيد الرئيس لصفحه 9، ملاعب وقاعات ومركبات رياضيه. كاين لوازم شراء لوازم الرياضه، حنا كنتوصلوا بعشرات الطلبات من عند الناس في الواتساب ما كنعرفوهمش، كيطلبوا هذا مبلغ كبير باش كيتشراو اللوازم. الجمعيات ما كتاخذش على حد التساوي، شنو هو المعيار باش كيستافدوا هذه الجمعيات من هذه اللوازم الرياضيه؟ كيطلبوا تيشيرتات دي ميدايا، ما كنعرفوش شكون هي هذه الجمعيات، شنو هو المعايير اللي كتخضع عليها. الا كان ممكن السيد الرئيس شي معيار موضوعي نتبناه جميع معاكم. السيد الرئيس، سونارجيس، علاش 2 مليون ديال الدرهم؟ انا ما فهمتش 2 مليون ديال الدرهم وهي غتستخلص من عند المواطنين 3600 درهم. اسمح لي السيد الرئيس، انا بالنسبه لي هذا اعلان صريح بخصوصه المرافق العموميه، هذا ما يمكن الا نعتبره سياسه ليبراليه السيد الرئيس. اسمح لي، انا اليوم الظروف ديال المغاربه لا تسمح، والمواطن الاكاديري جزء من المغاربه، انتم كتعرفوا كاين تضخم ارتفاع الاسعار، الناس كتعاني في اكثر مع القوت اليومي ديالها. اليوم كتعرفوا السيد الرئيس بلي معدل الفقر تبع ارتفعت من 1.2 ل 6.6. البطاله كاينه واكادير ماشي بمنع عن هذا، وبالتالي هذه الخوصصه هذه راه كضرب المواطن الاكاديري. وحنا على مقربه والمناسبه شرط ايام قليله عند واحد كيتزايد علينا وكيقول لنا الاشتراك ينباعوا مؤسسه هذا الوطن. السيد الرئيس، حنا ما كنبيعوش مؤسسه هذا الوطن، وحنا السيد الرئيس ما كنخوصوش كذلك وكنبيعوا مؤسسه هذا الوطن. ما غتكونش قاعه جميله كبيره بحال هواء الطلق، غتكون مجاني وغتدخل ولا بشكل مجاني. وبالتالي سيد الرئيس، سيدة رجاء، شكرا على التساؤلات ديالكم والاسئله اللي جيتوا بها وعلى الاجوبه اللي جابوها اعضاء المكتب. انا فقط اذا سمحتوا لنا ندخل جوج ولا ثلاثه نقاط. مع الاسف كنا غاديين مزيان، دخلت شويه السياسه في هذا الطوف الاخراني، ولكن الغالب الله، ولكن احنا ما نساوش راسنا، ما نساوش راسنا بانه الهم ديال المواطنين هنا في اكادير يعني هو نهتموا بهم ديريكتومون، نحلوا المشاكل ديالهم. انا بغيت زعما غير باش نوضح بعض الامور، اما المسائل السياسيه سمحوا لي، الليبراليه ولا سوسيال ديموكرات، كتعرفوا حنا ودي سوسيو ديموكرات، وفي 3 سنين درنا من اللي ما داش في 30 عام في هادشي ديال المسائل الاجتماعيه، وهذه ماشي هي بلاصه السياسه، والسياسه نجوها مع لي سينيور في بلاصتها، وكنعرفوا ندافزوا معاهم وكيعرفوا يدافزوا معنا.
سيدة رجاء. السيد الرئيس المحترم، انا بغيت ناكد لك على اننا حنا كنديروا السياسه وجينا من احزاب سياسيه من داخل انتخابات سياسيه. اليوم السيد الرئيس انا كنحمد الله ونشكره على نعمه الحزب ديالي اللي هو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، لانه كيعلمنا نكونوا سينيور فاش كنكونوا في صفوف الشبيبه الاتحاديه. حتى في الشبيبات التاريخيه السيد الرئيس كانت كتمارس السياسه على اعلى المستويات في الدول، واللي اعتبرتيه الان سينيور غادي نحتفظ به كموقف من رئيس مجلس جماعي، رئيس حكومه، امين عام لحزب التجمع الوطني للاحرار، لانه كيبين الفهم القاصر لمفهوم المشاركه السياسيه للشباب. فيما له علاقه بالاغلبيه، السيد الرئيس نحن مع الاغلبيه، ولكن السيد الرئيس راه اخلاقيه الاغلبيه تلزم الطرفين. اخلاقيه الاغلبيه كتلزمكم وكتلزمنا. اليوم راه ما يمكنش نكون كندافع على الاناره العموميه ما يزيد على 3 سنين، السيد الرئيس، وقلتها لك في دار الضيافه. قلت لك عندي مشكل في الاناره العموميه، العاملات كيخرجوا في 6 الصباح ما كاينش الضوء، وقلتي لهم فكم عملت تما مشيت كنلقى والو، فين ما كان شي مارشي كيترصد لشي جهه، فين ما موقع تيلي بلوس، تميز ومصداقيه.